كأس العالم قطر 2022، المونديال لأول مرة في التاريخ في بلد عربي، أرقام فلكية توضعات من أجل إعداد البنية التحتية والملاعب اللي غادي يكونوا كذلك الأول مرة في محيط ما كيتعداش 50 كيلومتر فقط، أي أن المسافة بين أبعد ملعبين اللي غيحتضنوا المونديال ما غتعداش 45 دقيقة. المونديال هو مناسبة كذلك لتعارف الشعوب من مختلف دول العالم، ثقافات وأفكار مختلفة، والمغرب في المشاركة الثانية تواليا مرحب به للبصمة على مشاركة تاريخية. دوحت رحب بكم جميع، ويلكم ويلكم ويلكم، وانت وزن ويلكم ويلكم. كل الطرق تؤدي إلى ملاعب قطر، جماهير من جنسيات مختلفة، أمريكا، هولندا، ويلز، المكسيك، وخاصة الأرجنتين بأعداد كبيرة، جات باش تشجع منتخباتها وتذوق طعم المونديال بنكهة عربية. العرب موجودين بقوة، وقبل ماتش المنتخب كانت أجواء جميلة بزاف مع التوانسة والجماهير السعودية. إن شاء الله تأهلنا احنا بإذن الله. سميع العليم. المنتخبات العربية كلها راح نشجعها بقدرة السميع العليم. شو الجمهور اللي حاضر؟ الكل حاضرين على الأسباب هذية. الصراحة ما توقعنا فوز يعني، بس توقعنا انه يقدم السعودية مستوى في له المونديال هذا. طلعنا بالفوز اول مباراة ومرة يعني شيء جميل مشرف. هلا هلا. المغاربة دورهم كانوا حاضرين كيف العادة وبكثافة كبيرة، كتعادل أو كتعدى ما تبعناه في مونديال روسيا. كل مكونات الشعب المغربي كانت حاضرة بألوان كتميزها عن غيرها، الأحمر والأخضر والطربوش، وكل واحد ضحى بشي حاجة باش يآزر أسود الأطلس. خويا وصلنا مع الخمسة في الصباح، جينا ديريكت حطينا حوايجنا وجينا التيران، إن شاء الله مربوحة. إن شاء الله مربوحة، جينا من كازا باش نشجعوا المنتخب. ومع الاقتراب من ملعب البيت اللي غيحتضن مواجهة المغرب وكرواتيا في الساعات الأولى من الصباح، الأدرينالين والروح الوطنية كتطلع، دقات القلب كتزايد، والتفكير في مشاركة تاريخية هي مركز أماني الجميع هنا في قطر. أجواء استثنائية وانتماءات كتدوب وسط ألوان الراية الوطنية. واخويا الاجواء رائعه صراحه، وما كرهناش نزيدو نفرحو من اللي ربح المنتخب صراحه، حيت ديما كنجيو وما كرهناش الخطايا فرحنا. خويا جينا من مدينه فاس باش نشجع المنتخب المغربي ورابحين ان شاء الله. مربوحه مربوحه مربوحه. اتينا من كل المدن المغربيه، هدفنا واحد هو مساندة الاسود هنا في مباراه كبيره على ملعب البيت امام المنتخب الكرواتي باش نسيبورتو المنتخب الوطني في قطر، وكنتمناو ان شاء الله نتيجه ايجابيه باش تفرحنا وتفرح هذا الشعب المغربي اللي جاي من كل مدينه من المغرب، من طنجه للقويره. I believe that it will be a very difficult match because there are lots of fans from Morocco. Yeah, right. It will be a very, very supportive for the team of Morocco. الماتش سالف 0-0.
توقعات المشجعين الكرواتي كانت صحيحة، والماتش كان صعيب بزاف على الطرفين. مباراة تكتيكية بامتياز وأول نقطة لمدرب جنسية مغربية للمنتخب في منافسات المونديال. النقطة اللي خدينا اليوم هي إيجابية لأن وصيف بطل العالم ماشي فريق سهل. في الدقيقة 90 شدتنا الخلعة، الحمد لله ربي فرج علينا وخرجنا بالتعادل ما خسرناش. هاد المرة كانت لا ديفونس مزيانة بزاف، إن شاء الله المرة الجاية تكون لا ديفونس ولا تاك. ضربنا مودريتش شدينا عليه ما قدم يدير والو، تشاد بروين إن شاء الله يبقى نفس الحالة. المنتخب المغربي قدم المستوى المطلوب، خرج بنقطة في أول ماتش، كنعرفوا أن ديما أول مباراة كتكون هي الصعيبة. بلجيكا فازت على كندا وتصدرت المجموعة من بعد ماتش المنتخب. الأسود باتوا ملزمين بتحقيق نتائج مهمة أمام بلجيكا نهار الحد والخميس ضد المنتخب الكندي لرفع الآمال عاليا في تحقيق تأهل تاريخي للدور الثاني من كأس العالم.